أخفى المئات لأكثر من 20 عاماً وزج بهم في معتقلات سياسية. رقص على أنين الآلاف وكان لا يطرب وينتشي إلا بسماع توسلهم، وكان يلعب بهم كالدمى بغية المرح ليلاً. إنه قدور اليوسفي، أكبر جلاد الحسن والمسؤول عن حدائقه السرية. في عام 1990 صدر كتاب صديقنا الملك الذي تناول سيرة الحسن الذاتية، ولكنه كشف عن خبايا تقشعر لها الأبدان. كشف جيل بيرو مؤلف الكتاب عن سجون سرية تخفي الكثير من المعتقلين قسرياً. هز الكتاب الرأي العام وتسبب في صدمة مروعة، وبعد أيام جاء وفد من منظمة العفو الدولية للتحقيق في هذا الأمر ونجدة المعتقلين. فرد الملك: لكل رئيس حدائقه السرية. فمن العقل المدبر وراء تلك الحدائق سيئة السمعة؟ خلال التحقيق تكرر اسم اقترن بفظائع لا يتخيلها أحد: قدور اليوسفي. في الستينيات وبعد تنصيب الملك الحسن الثاني انتشرت العديد من حركات المعارضة بين طلاب الجامعات واليساريين. في ذلك الوقت كان الجلاد قدور اليوسفي برتبة مدير للشرطة القضائية في الجهاز الأمني، ورئيساً لأكثر السجون رعباً وغموضاً في تاريخ المغرب، درب مولاي الشريف. أزعجت هذه الحركات الملك، فأمر اليوسفي بالتعامل معهم، وأمره باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة. فأخذهم اليوسفي إلى سجنه المحبب ليطيع أمر مولاه ويلهو بضحاياه. فقد أجمعت شهادات الناجين أنه كان شرهاً لشرب الخمر. أما أفضل الأوقات لديه للانغمار في عمله فكانت بعد أن ينتصف الليل إلى مطلع الفجر. يا له من عابد متنسك زاهد يقيم الليل من آنائه إلى أطراف النهار. على كل حال نجح اليوسفي في مهمته حتى أصبح مرجعاً لا يعلى عليه في مجاله. فقد دور اليوسفي لم يقتصر عمله فقط على درب مولاي الشريف، بل كان يحرر أحكاماً ينطقها قضاة المحاكم ضد المعارضين. وبوصفه من أبرز قادة المخابرات المميزين، قدم خبراته الميدانية في أغلب المعتقلات السرية والعلنية بالمملكة، منها دار المقري وسراديب كمسارية المعارف والدائرة السابعة بالدار البيضاء. كان لليوسفي دور محوري في الجهاز المافيوزي المكلف باختراق خصوصية الأفراد والاختفاء القسري وباقي أفعاله التي لا تمت للإنسانية بصلة. فهذا الرجل لم يسلم منه أحد، ولكن السؤال: كيف كانت نهاية اليوسفي بعد تلك الفظائع؟ في أخريات أيامه وبعد أن أصبح هرماً لا يقدر على أن يجلب لنفسه كوب ماء، كان يجلس فوق كرسي متحرك تدفعه امرأة، وكلما دنا منه شخص يحاول قدور وهو يبكي الإمساك بيده لتقبيلها طلباً منه الصفح. هكذا لا يصدق الجلاد كيف يتحول في النهاية هو أيضاً إلى ضحية، ليتبقى من أثره جملة كتبت على مرقده فلخصت سيرته: متى كان المعني حياً أو كان يملك قلباً يمكن أن تتوقف نبضاته؟ أخبرونا بأرائكم، هل انتهى عصر القدور بالمغرب أم أن هناك المزيد؟